بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم نحل مشكلة الاتصال الغير آمن، أو your connection is not secure. وطبعا هذا الحل هو لمن يمتلك الكاسبر 17 أو أقدم، ليست مشكلة، ولكن للكاسبر إنترنت سيكوريتي. إذن ما الحل؟ نذهب إلى Tools Options Advanced View Certificates، ومن هنا نختار Authorities، Import. نذهب الآن إلى C Program Data كاسبر لاب AV17. طبعا أنا النسخة التي عندي هي 17. Data Cert، هنا نجد هذا الملف Fake Kaspersky Antivirus Personal Root Certificate .cir. نضغط عليه و ثم نختار Open. طبعا أنا سيعطيني هذه الرسالة لأني قد أنزلته من قبل. أوكي، وأجرب. والآن إن شاء الله يعمل معي. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.